السلام عليكم. اليوم نحن فيديو جديد بسلسلة الداخلية العصبية، ونبلش بأول حالة. مريض عمره 71 سنة أجا على العيادة بشكاية worsening low back pain، يعني ألم في العمود الفقري السفلي، ألم ظهري سفلي مترقي أو يزداد سوءا. المريض معه يعني ألم شديد أو ألم يعني واضح، يعني significant pain أثناء الحركة that is limiting his activity. هالألم محدد للنشاط، يعني قد ما عم بيتألم ما بيحسن يتحرك ويقوم بواجباته بشكل طبيعي. As well as nocturnal pain، وحتى عنده ألم في الليل وهالشي عم بيزعجه أثناء النوم، عم يمنعه من النوم. ما عنده أي ضعف في الطرفين السفليين أو خدر أو فقدان التحكم بالمثانة أو الوظيفة المعوية، يعني ما عنده سلس بولي أو برازي. المريض عم ياخد ايبوبروفين 3-4 مرات في اليوم، لكن هل المسكن ما عم يتحكم بالألم، يعني ما عم بيساعده بتسكين الألم. المريض اللي عنده تاريخ من سرطان البروستات وبياخد الليبروليت اللي هو إحدى العلاجات لسرطان البروستات، وأيضا بيتلقى علاج شعاعي تلطيفي palliative radiotherapy، علاج شعاعي تلطيفي لشو multiple lumbar spine metastases، إذا عدة نقائل عظمية في العمود الفقري القطني خلال قبل إذا هو بالماضي ما عم يتلقى، قبل كم شهر تلقى العلاج التلطيفي. حرارته 37، ضغطه 140-86، نبضه 88، القوة العضلية في الطرفين السفليين طبيعي، المنعكسات العميقة طبيعية والأحاسيس طبيعية. عبالي إيش هو الخطوة الأمثل لتدبير هذا المريض، لتدبير الألم تبع المريض؟ طبعا المريض واضح أنه الألم تبعه هو ألم سرطاني، لأن هو مريض سرطان بروستات وعنده نقائل عظمية، وهالنقائل عم تسبب له ألم. الألم غير مسيطر من قبل الايبوبروفين، فأنا لازم أعلي المستوى. الفكرة من هالحالة أنا شلون بعلي المستوى؟ إيش هي الدرجات؟ الدرجات اللي ممكن اطلعها وانا بحاول تسكين الالم عند مريض السرطان، الالم السرطاني. فالخيارات هي الكمادات الدافئه او الساخنه، حقن الجلوكوكورتيكويد الموضعي، افيونات قصيره الامد، استبدال الايبوبروفين بالنابروكسين، كورتيكوستيرويدات قشريه، كابسايسين موضعي او ناحي او سطحي، ولا رقعه فنتانيل جلديه. والجواب راح يكون الأفيونات قصيرة الأمد. إذا هالحالة مخصصة لأعرف خوارزمية تدبير الألم عند مريض سرطان. وبنوه إنه من أشيع السرطانات اللي بتعطي نقائل العظم هي سرطان البروستات والرئة والثدي وسرطانات الكلية والمالتيبل مايلوما أو النقيوم المتعدد. إذا مرجع بقول سرطان البروستات، بريست، لانج، رينال ومالتيبل مايلوما، هدول بيعطوا نقائل. لكن كمان هيك معلومة تذكرة انه فقط سرطان البروستات وسرطان الثدي بيعطوا نقائل بانية للعظم osteoblastic metastasis، وبالتالي بما انه هن عم يبنوا عظم فراح يصير في عندي انخفاض بالكالسيوم. اما باقي السرطانات مثل الرينال مثلا واللنج، فهدول عندهم osteoclastic نقائل كاسرة او هادمة للعظم، فراح يصير في الكالسيوم بدم المريض. طبعا هذا الشيء ما له علاقة بالعصبية، لكن بهالسياق ذكرته. خوارزمية تدبير الألم السرطاني، إذا كان الألم خفيف فبعطي المريض مسكنات غير أفيونية مثل الباراسيتامول يلي هو نفسه الأسيتامينوفين والأنسيد يلي هي مضادات التهاب غير استرويدية. أصلا المريض عم ياخد ايبوبروفين يلي هو واحد من الأنسيد. ما مشي الحال، هي حالة مريضنا، فبنتقل للعلاج تبع الألم المتوسط وليس الخفيف. فببلش بالإضافة لهدول بعطي أفيونات ضعيفة مثل الكودائين، الهيدروكودون والترامادول. ما مشي الحال كمان بنتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي أفيونات قصيرة الأمد لكن قوية مثل المورفين ومثل الهيدرومورفون، تمام؟ وممكن المريض خلاص يوقف عند هالمرحلة ويحس بالراحة، يتسكن الألم عنده، لكن بعد فترة ممكن يزداد الألم، يضطر ياخذ جرعات أكبر من المورفين، فوقتها كمان بنتقل للمرحلة اللي بعدها يعني هي إعطاء جرعات طويلة الأمد وقوية من الافيونات. يعني مثلا راح اعطي ارقام من عندي، ارقام غير واقعيه. كان المريض عم ياخذ 10 ملغ مورفين مرتين باليوم فرضا، تمام؟ فهو بالمجموع بيحتاج ل 20 ملغ يوميا ليسكن المه.
فأنا بدل ما أعطيه 10 بـ10 مرتين باليوم مورفين، بس بحط له رقعة تشتغل مثل 20، فالرقعة بحطها مرة باليوم، وخلال اليوم تفرز لي كميات مستمرة صغيرة من المسكنات، بحيث أنه هي تعادل أثناء اليوم تعادل نشاطه نشاط 20 ملي جرام المورفين. فأقول أنه بحسب، أنا بحسب الجرعة الكلية اليومية اللازمة لتسكين الألم، بجمعهم يعني كلياتهم سوا، المحصلة بعطيهم على شكل رقعة فنتانيل أو أوكسيكودون، هي بالحالات الشديدة. وأحيانا بصير في عندي شيء اسمه بريك ثرو بين، يعني ألم، ألم فجائي، ألم قافز، ألم شديد، يعني المريض كان مش يعني مرتاح على المسكنات، لكن يوما ما بس بهاليوم مثلا اشتد الألم، فممكن إضافة لذلك، إضافة لهالمرحلة يعني، ياخذ أفيونات إضافية. إذا برجع بقول بالألم الخفيف بعطي مضادات التهاب غير ستيرويدي مع سيتامول، بالألم المتوسط بعطي أفيونات خفيفة مع هدول، الأفيونات الخفيفة مثل الكودائين، هيدروكودون، ترامادول. بالألم الشديد بعطي أفيونات قوية مثل المورفين ومثل الهيدرومورفون، لكن الأفيونات قوية قصيرة الأمد ما بش الحال، بعطي أفيونات قوية طويلة الأمد. الفنتانيل فعاليته تقريبا 100 ضعف المورفين، فهو يعني مسكن افيوني قوي شديد جدا جدا، فبعطيه على شكل مديد بحيث الرقعه تفرز لي نبضات من المسكنات على مدار اليوم او حتى على مدار 72 ساعه احيانا. فهي خوارزميه تدبير الالم عند المريض السرطان، حاله بسيطه، هدف واضح وسهل. شوف حاله ثانيه، رجل عمره 52 سنه اجى على العياد او اجى عن اسعاف بعد right arm and leg weakness، ضعف في الطرف في الذراع الأيمن والقدم اليمنى. هاي هي شكايتنا. أول شيء لاحظ، أول مرة لاحظ هالشكاية قبل ساعتين لما could not grip a pen، كان بده يمسك قلم ما حزن يمسكه. أنا قبل ما أكمل، يعني هالشكاية عصبية دائما بتوجهني للسكتة، للجلطة القلبية، للنشبة، ستروك. يعني بما انه في عندي خزل شقي، في عندي ضعف عضلات شقي اللي هو بالطرف الايمن، فدائما انا بفكر بالسكته. بنكمل. انا عم بقول حاليا هو ما عم بيحسن يصافح حدا، ما عم بيحسن يمسك ايد حدا ويصافحه، وعم بيمشي بعرج خفيف، مايلد ليمب، عرج خفيف. المريض ايضا كان عم بعاني خلال الايام الماضيه من مايلد كونستنت هيريك، من صداع خفيف مستمر، لكن كان عم بقول انه هذا الصداع سببه شو؟ سبب التوتر بالشغل، الستريس بالشغل. التاريخ المرضي، في عندي ضغط وفي عندي ارتفاع شحوم، المريض ما بدخن وما بيشرب، ضغطه 180/100، نبضه 80. في عندي mild asymmetry، عدم تناظر خفيف في الطرف، في الطرف السفلي من الوجه، وانخفاض في القوة العضلية في الطرف الأيمن للذراع، وعلامة بابينسكي إيجابية في الطرف الأيمن. بابينسكي هو الانعطاف الظهري للإبهام، هذا بدل على أذية عادة بالعصفور المحرك العلوي، أذية بالقشر المخ عادة. الفحص الحسي طبيعي. السكر 210 يعني شوي مرتفع. على تخطيط القلب الـ ECG شفت أنا نظم جيبي طبيعي. أحيانا في عندي premature ventricular beat، خوارج انقباض، أحيانا يعني خوارج انقباض بطينية. سوينا طبق محوري بدون ضليل، ما طلع لنا أي شيء. أبل إيش هو التشخيص الأرجح لمريضنا؟ إذا قبل ما اشوف الخيارات، هو مريض عمره 57 سنة بشكاية، اجاني بشكاية بتوجهني للسكتة، يعني هي ضعف في الطرف الايمن في الذراع والقدم، يعني من فوق لتحت، الطرفين علويين طرفين سفليين. والمريض ايضا ضغطه مرتفع، اجل عندي ضغطه مرتفع 180/100، هذا كمان بيوجهني لاكثر للستروك. هلا انا ستروك عندي ثلاث انواع، عندي اسكيميك ستروك اللي هو السكتة الاقفارية، يا بكون في عندي خثرة او صمة عم بتسد شي شريان بالدماغ، او عندي هيموراجيك ستروك يعني هي السكتة النزفية، يعني نزف بالدماغ عم ساوي لي اعراض بسبب الضغط، عم يضغط على النسيج الدماغي، او عندي اللاكونر ستروك يعني هي السكتة الفجوية، يعني هي عبارة عن خثرة لكن بشرايين غير رئيسية، بشرايين فرعية صغيرة، بتسبب لي نقص تروية واحتشاء بقطعة صغيرة ومناطق صغيرة من القش المخي، عفوا مو القش المخي، بالدماغ بشكل عام. فأنا شلون بفرق بين هدول؟ طبعا في عندي كذا طريقة للتفريق بين هالثلاث أنواع من السكتة. أول طريقة عشان أنا أنفي مباشرة، بدي أنفي وجود سكتة
نسمية، فأنا بسوي الرنين المغناطيسي، عفوا الطبق المحوري بدون الظليل. فإذا كان عندي عن سكتة هيموراجيك نسفية، فأكيد راح يبين على الطبق المحوري. هون ما عندي شيء كله طبيعي، فأكيد هون أنا نفيت السكتة النسفية. أنا ليش بسوي بدون ظليل؟ ليش هو الطبق المحوري بدون ظليل؟ لأنه الظليل كثافته تقريبا مثل كثافة الدم. فإذا في عندي نزيف، المريض معه نزيف وأنا حقنت له ظليل، ما راح يبين عندي إن كان هذا دم ولا هذا الظليل. فأنا ما بسوي ظليل أبدا، بسوي طبق محوري بدون ظليل. فإذا في عندي شيء عم بيشبه الدم راح يبين مباشرة وبشكل أكيد، وقتها بأكد السكتة النسفية. إذا ما بين عندي، وقتها بأكد عدم وجود سكتة نسفية، وقتها بفكر يا بسكتة إقفارية يا بسكتة فجوية. طيب شلون بفرق بيناتهم؟ السكتة الإقفارية عادة تعطيني أعراض لقشرة الدماغ. هلا صحيح المريض معه أعراض حركية، لكن عادة إذا عندي سكتة إقفارية اسكيميك ستروك، الأعراض لن تقتصر على الحركات فقط، لن تقتصر على الجهاز الحركي فقط، لازم يكون عندي مشاكل في الحواس ومشاكل في الرؤية، ممكن حتى مشاكل في الذاكرة. يعني ممكن المريض يقول أنا يعني طرفين علويين سفليين ما عم بحسن أحركهم ولا عم بحسن أحس فيهم. ممكن يقول لي في عندي عمى، بشوف يعني عمى شقي نصي صدغي مثلا، مشاكل بحقن الرؤية. ممكن المريض فجأة يصير معه صعوبة في الكلام، صعوبة في النطق، يصير معه مثلا صعوبة في الحركة، ينسى وين هو، يعني يفقد توجهه، ينسى وين هو، ما بيتعرف على أهله، بينسى أين يوم، وين هو موجود، يفقد التوجه المكاني والزماني. هدول كلهم أعراض لإصابة قشرية في قشرة المخ اللي هي بتوجه لي لسكتة إقفارية. لكن مريضنا فقط عنده أعراض حركية صرفة، بنقول له pure motor، أعراض حركية صرفة، هذا الشيء بوجهني السكتة الفجوية لكون ستروك. هلا بنشوف الخيارات. هل عندي من الأسباب، يعني الأسباب أعراض المريض bridging vein rupture، يعني تمزق في وريد جسري اللي هو بيربط بين قشر المخ والسحايا، ولا تمزق في بطانة الشريان السباتي، ولا خثرة في الشريان السباتي، ولا تشنج وعائي في المخ، ولا خثرة في وريد مخي، ولا تمزق في شريان سحائي، ولا تمزق في أم دم كيسية، ولا ليبوهيالينوسيس هو عبارة عن التنكس الشحمي هياليني في وعاء دموي صغير. الجواب راح يكون تنكس شحمي هياليني في وعاء صغير. هذا هو السبب الآلية المرضية للسكتات الفجوية لكونر ستروكس. إذا نشوف المنظر، عندي هنا المنظر، طبعا عندي هي حلقة ويلسون اللي بنعرفها، عندي الشريان القاعدي والشريان الفقريين والقاعدي، عم بيجي عندي من هون عندي السباتي، وعندي هون المخ الأمامي والمخ المتوسط، هدول هن الشرايين الرئيسية، شرايين رئيسية. شوف هذا عندي المخ الأوسط، فهدول إذا انسدوا هي بسميها شو؟ بسميه اسكيميك ستروك، سكتة إقفارية، رح تعطيني أعراض قشرية دماغية معممة، عادة بتكون حركية حسية سوا مع مشاكل بالرؤية، مشاكل بالنطق، مشاكل في الذاكرة. أما هالشرايين الصغيرة المتفرعة، شوفوا شو قد صغار، هدول إذا انسدد أنا ما بقول إنه هي سكتة إقفارية اسكيميك ستروك، هي بقول هي سكتة فجوية لكون ستروك. ليش؟ لأنه بعد ما تخلص هالأزمة كليتها مو راح يصير يعني تموت في هالقسم الصغير، هالقسم الصغير اللي عم تتروى، اللي عم تتروى بهالشريان. فهالقسم الصغير اللي صار فيه احتشاء راح يبين مثل شكل فجوة على الطبق المحوري بعد ما خلصت الأزمة، كأنه صار ثقب، مثل منظر الجبنة الفرنسية اللي بنشوفها بتوم وجيري، كأنه في عندي ثقب بنص الدماغ. فهي مشان هيك أنا بسميها سكتة فجوية، لأنه بعد نهاية الأزمة راح تترك لي فجوة، كأنه راح تبين على شكل فجوة في الصورة الشعاعية، فهي اللاكون ستروك. إذا نحن إذا بدنا نصنف الستروكس السكتات حسب شيوعها، فعندي 15% من حالات السكتات راح تكون سكتة نسفية primary hemorrhagic، سكتة نسفية. طبعا عندي أسباب مختلفة، بيكون نزف داخل دماغي أو داخل مخي بسبب تمزق شريان، بسبب يعني بسبب رد تراما، يعني حادث سيركسة، أو بسبب يكون يعني هو نزف تحت العنكبوتي subarachnoid hemorrhage، اللي هو بيجي المريض. هي دائما خلوها بالكم، إذا قال المريض والله عندي صداع، كان هو أسوأ صداع، أسوأ وجع راس بحسه بحياتي. حتى في الحالات السريرية بنشوف المريض عم بيوصف worst headache in my life، أسوأ ألم حسه بحياتي، والمريض معه أعراض
عصبية، فأنا مباشرة بفكر بالنسب تحت عنكبوتي. إذا هدول هن السكتات النسفية. باقي ال 85% هن السكتات الإقفارية. طيب شلون بنصنفهم؟ 20% من السكتات الإقفارية هي سببها العصيدة، عصيدة في الشرايين المخية. فإيش بصير في عندي؟ يا بصير في عندي hypoperfusion نقص تروية، يا بصير في عندي صمة بتسد لي الشريان. 25% راح تكون عندي أمراض وتنكسات في الشرايين الصغيرة، الشرايين الفرعية اللي بتخترق نسيج المخ، يعني هي بنسميها الفجوات، السكتة الفجوية. 20% من الحالات راح تكون عبارة عن صمة قلبية المنشأ، اللي ممكن القلب يكون معه المريض مصاب برفرفة أذينية، أو مريض مصاب بداء صمامات، أو في عنده خثرات بالبطينات. إيش في عندي مشاكل قلبية ممكن تنتج صمات؟ أشياء أهمها هي الأتري فيبريليشن، عفوا الرفرفة، الرجفان الأذيني. الرجفان الأذيني هو أشياء وأهم سبب لإطلاق الصمامات من القلب. هذول كلهم بيطلقوا صمامات ممكن يؤدي إلى انسداد أوعية دماغية، فهي 20% من الحالات. 30% من الحالات هي كريبتوجينيك ستروك، اللي هي عادة أسبابها ما كثير ظاهرة، عبارة عن مزيج كوكتيل من الأسباب كليتها. و5% من الحالات هي أسباب نادرة جدا، أسباب غير اعتيادية، مثل الحالات اللي بتزيد التأهب للخثرات، مثل نقص بروتين S وبروتين C ومتلازمة أضداد الفوسفوليبيد وهكذا. ممكن يعني تسلخ بالشرايين، ممكن يكون التهاب شرايين، ممكن يكون الشقيقه بعض مضاعفات الخطيره، بصير عندي تشنج وعائي، ممكن يكون دراج ابيوز اللي هي ادمان المخدرات مثل الكوكايين والميثامفيتامين، بسببه تقلص وتقبض وعائي في الشرايين، بيؤدي الى نقص ترويه وحدوث اذيه دماغيه قد تكون دائمه اذا ما تلحق الموضوع. اذا 85 من الحالات السكته هي سكتات اقفاريه، وفقط 15 هي نسفيه. من هالإقفارية 25% هي السكتات الفجوية اللي هي حالتنا هون. إذا مثل ما شفتوا هي السكتة الفجوية. بالسكتة الإقفارية أو نبلش بالسكتة النسفية. بالسكتة النسفية شوفوا عندي الشريان اتقطعت البطانة انفكت، فعصير في عندي ببساطة نزف، عم بيطلع الدم، عم تطلع كريات الدم إلى خارج الشريان. هي السكتة النسفي. اما السكته الاقفاريه فانا عندي الشريان كويس، يعني بطانته كويسه، لكن ببطانه الشريان في عندي اثيروسكليروسيس، تصلب عصيدي، في عندي عصيده شحميه عم بتسد لي الطريق. فاذا اجت الكريات الدمويه المسافه ما كافيه لتمرق، فراح تسد وتتجمع تتراكم، راح يصير عندي اجريجيشن، تراكم للصفيحات، وبتتشكل عندي خثره. هي السكته الفجويه. اما السكته عفوا هي السكته الاقفاريه. أما السكتة الفجوية فآلية المرضية مختلفة تماما عن النسفية والإقفارية. آليتها هي التنكس الشحمي الهياليني. التنكس الشحمي الهياليني سببه الأساسي هو ارتفاع الضغط المزمن. مريض ارتفاع ضغط مزمن هو معرض للخطر لحدوث اضطراب وسوء وظيفة في بطانة الشرايين الصغيرة. بطانة الشرايين طبعا هي بطانة الشرايين طبعا هي خلايا تفرز كثير أنزيمات وعوامل دفاع وكذا، فهذول بتتعرض بسبب الضغط المزمن تتعرض لأذية، بصير عندي سوء وظيفة في هذه الخلايا اللي هي الاندوثيليال سيلز. سوء وظيفة الخلايا ايش راح يصير؟ طبعا في هالشرايين الصغيرة في هالمناطق الحساسة جدا ايش في عندي؟ في عندي البي بي بي بلاد برين بوردر، الحاجز الدماغي الدموي. فإذا هالبطانة الموجودة داخل الشرايين اتعكرت واتدمرت وصار في عندي سوء وظيفة، وبالتالي صار في عندي اضطراب في وظيفة الحاجز الدماغي الدموي. فممكن تطلع عندي الكريات الحمر لبرا، ممكن تطلع الكريات البيض لبرا، ممكن تطلع عندي البروتينات لبرا. صار الموضوع عندي خربطة فظيعة جدا بسبب تعكر الحاجز الدماغي الدموي. إذا طلعت البروتينات لبرا رح تسحب مع سوائل، رح يصير في عندي وزمات موضعية، رح يصير عندي كتير مشاكل سبب الاكسترافيزيشن، يعني خروج الخلايا وخروج المكونات إلى خارج خارج الشرايين والأوعية الدموية في المخ. هذا الشيء رح يؤدي إلى يعني تراكم السوائل، مو عندي طلع كريات لبرا وبلازما لبرا وبروتينات لبرا. ايش راح يصير؟ راح يصير عندي ضغط برا الشريان، وراح يعصر، راح يعني يدمر الشريان وراح يسكره كمان. فهي هي الاليه المرضيه للسكته الفجويه. اذا الاليه المرضيه ما هي اثيروسكليروسيس، ما هي تصلب عصيدي ولا تمزق في البطانه، ما هي نزف ابدا، لكن هي عباره عن شيء اسمه تنكس شحمي هياليني. الاضطراب المزمن في الجرايين الدموي اللي سببه ارتفاع الضغط المزمن راح يؤدي الى اذيه في بطانه الشرايين،
هالأذية رح تؤدي إلى تفكك الحاجز الدموي وخروج السوائل والكريات والخلايا والبروتينات إلى خارج النسيج إلى خارج الشريان. رح تصير في النسيج المحيط بالشريان رح تضغط عليه وبالتالي رح يتسكر الشريان، رح يصير في عندي نقص تروية ورح يصير في عندي إقفار وتموت والتنخر. هاي هي الآلية المرضية للسكتة الفجوية. هلا الشيء المميز بالسكتة الفجوية، طيب قبل ما نحكي الشيء المميز نحكي عن الأعراض اللي بتصير في السكتة الإقفارية. إذا صار في عندي سيريبرال إنفاركس اللي هي يعني هي الإقفار في القشرة المخ، ف يعني هي عادة 50% من الحالات، فالأعراض راح تعتمد على حسب موقع الإصابة. هذا أمر كثير واسع ما راح ندخل فيه هلا، لكن عادة راح يكون عندي أعراض في الطرف المقابل. فإذا صار في عندي أذية في النصف الأيمن من المخ فالأعراض عادة في الطرف الأيسر من الجسم والعكس صحيح. فراح يصير في عندي فقدان في الأحاسيس، فقدان في المشاعر، وأيضا وشلل نصفي. إذا مثل ما قلت السكتة الإقفارية عادة أعراضها بتكون حركية وحسية سواء، حركية وحسية. فبالبداية بصير في عندي flaccidity يعني هي ارتخاء في الأطراف، يعني مثل هلام صير يعني كأنه الشخص ميت. بعدها بصير في عندي التشنج، هاي اسمها الشلل، ببدأ بشلل رخو ثم شلل تشنجي. وممكن يصير في عندي عسر في النطق ومشاكل في الرؤية يعني هي العمى النصفي. ممكن يصير في عندي مشاكل في الرؤية المساحية. إذا مثل ما برجع بأكد على النقطة، السكتة الإقفارية اللي بتصيب قشرة الدماغ ما الأعراض لا تقتصر على الأعراض الحركية فقط، حركية وحسية ورؤية ونطق وذاكرة وإدراك وكذا. حتى إذا إقفارية صارت في جذع الدماغ فالأعراض كمان راح تكون مختلفة، مثل يصير عن الشلل الرباعي، اضطرابات في الرؤية، في حركة العيون، وحتى عندي حالة نادرة وحالة صراحة حالة مؤسفة جدا لما يصير في عندي إقفار في منطقة الجسر والبصل السيسائية اسمها متلازمة لاكتين، متلازمة المحبوس. في هالحالة المريض بيفقد كل قدرته على الحركة ما عدا الرؤية، ما عدا العصب الرابع، فبس بيحسن يحرك عيونه باتجاه واحد، هي اسمها متلازمة المحبوس. فهو بيسمع كل شيء بيفهم لكن ما بيحسن يحرك أي شيء، كأنه انحبس في جسمه بس بيحسن يحرك عيونه. هي واحدة من يعني من المتلازمات الناتجة عن السكتات الإقفارية. أما السكتات الفجوية فهي ما بتصيب قشرة الدماغ، عادة بتصيب النواة القاعدية، بتصيب المحفظة الداخلية، بتصيب المهاد، بتصيب الجسر، ممكن يعني بتصيب الدماغ المتوسط، لكن عادة بتصيب النواة القاعدية. إيش هي الأعراض؟ يعني خمس متلازمات مشهورة للسكتات الفجوية. عندي المتلازمة الشلل النصفي الرنحي، فراح يصير عندي يعني واضح من اسمه شلل نصفي رنحي. وعندي البيور موتر يعني هي حالة مريضنا، أعراض حركية صرفة، ما في عندي مشاكل لا بالحس ولا بالرؤية ولا بالنطق ولا بأي شيء، هي اسمها أعراض حركية صرفة، متلازمة الأعراض الحركية الصرفة. والعكس كمان عندي متلازمة أعراض حسية صرفة، مريض حركته ممتازة لكن ما بحس، تمام. هاي عندي في عندي حسي حركي، وفي عندي أيضا متلازمة الديزارتيا clumsy hand يعني متلازمة عسرة الحركة واليد الغريبة، يعني بصير إيد المريض بتساوي حركات غريبة عجيبة بدون ما يقصد المريض إنه يساويها، مثلا ممكن يضرب حاله، يضرب اللي قدامه، يكسر الكاسة مثلا، فهي حركات لا إرادية بتصير بهي المتلازمة. إذا هي خمس متلازمات مرتبطة بإصابات ناتجة عن سكتات فجوية خاصة بالنواة القاعدية. راح انوه على ثلاث اصابات مهمه. اصابه الطرف الخلفي او الذراع الخلفي للمحفظه الداخليه راح تعطيني متلازمه حركيه صرفه، اذا هي حاله مريضنا، اعراض حركيه صرفه. فعاده او غالبا السكته راح تكون بالاقفار، راح يكون بالذراع الخلفي للمحفظه الداخليه. اما اذا كان الاقفار في الطرف الوحشي الخلفي للمهاد فراح تطلع عندي اعراض حسيه صرفه. اما اذا كان في عندي اصابه في الجسر في البانز فالاعراض راح تكون عسل الحركه وهي اليد الغريبه، حركات اليد الغريبه. طبعا نحن نعرف من القشره الدماغ من الباحه المحركه الاوليه في عندي اكلين مشع الكورونا الرادياتا كلها راح تتجمع في المحفظه الداخليه. فاذا صار في عندي اقفار في المحفظه الداخليه طبيعي انه تطلع عندي اعراض حركيه صرفه. نفس الشيء التلمس هو عباره عن مركز التحكم الاحاسيس،
المهاد، إذا انضرب المهاد راح تنضرب الأحاسيس معه، تمام؟ فإذا هاي هي ثلاث نقاط أو ثلاث حالات الإصابة مهم إنه يعني نحطها ببالنا: أعراض حركية صرفة، أعراض حسية صرفة، وأعراض عسلة النطق وحركات اليد الغريبة. إذا هون كاتب إنه الإدراك والوعي عادة بيكون طبيعيين و 100% سليمين ما عدا في السكتات اللي بتصيب المهاد. المهاد له علاقة بالوعي، أما إذا صار في عندي سكتة في الحبل في السكتة في المحفظة الداخلية الإدراك بيكون طبيعي، تمام؟ إذا هذا الفرق بين السكتات الإقفارية والفجوية. الإقفارية رح تطلع عندي أعراض حسية حركية سواء مع أعراض ذاكرة ونطق وكذا، أما السكتات الفجوية ممكن تطلع أعراض حركية صرفة أو أعراض حسية صرفة. ممكن بعض الحالات كمان تطلع حسية حركية تختلط علينا وما نحسن نميز إذا كانت سكتة إقفارية أو سكتة فجوية. بالنسبة للعلاج هذا يعني مراجعة عامة لعلاج السكتات بشكل عام. فالعلاج أول شيء راح يكون علاج داعم الـ ABC الـ Airway والـ Breathing والـ Circulation، فانتبه على حركات التنفس. إذا المريض في عنده يعني قصور تنفس أعراض قصور تنفسي بسوي تنبيب Intubation، بنتبع الضغط. هلا اذا الاعراض صار لها من 3 ساعات ل 4 ونص ل 4 ساعات ونص مو اكثر من هيك بعطي المريض تي بي اي يلي اشهره هو الالتيبلاز، يعني بفك لي الخثره. لكن اذا صارت الاعراض بلشت صار لها اكثر من 4 ساعات ونص وقتها التي بي اي ممنوع اعطيه، بعطي الاسبرين. ايش الفكره؟ انه 4 ساعات واقل خطوره التي بي اي اقل من خطوره استمرار السكته، تمام؟ لكن بعد الأربع ونص ساعات خطورة LTPA راح تكون أكثر من السكتة، فأي محرزة أعطي TPA بعد أربع ساعات ونص. بعد أربع ساعات ونص بعطي أسبرين. إذا هاي مهمة نحفظها. إذا الأعراض بلشت صار لها 3 ساعات لأربع ونص بعطي TPA، أكثر من أربع ساعات ونص بعطي أسبرين. لكن بنتبه في بعض المرضى عندهم مضاد استنبابات مطلقة للـ TPA مثل النزف، النزف المفتوح مثلا، مريض عندهم اضطرابات في النزف مثل الناعور، اذا المريض ضغطه مرتفع غير متحكم به، اذا المريض مسوي عمليه خلال الشهر الماضي، اذا المريض تعرض لرد دماغي او رد في البطن خلال الشهر الماضي، هدول كلهم مضادات استنبابات. اذا اي مشاكل نزفيه بتعرض المريض لخطوره نزف، فبهالحاله انا ما بعطي تي بي اي ابدا، مباشره بعطي اسبرين حتى ولو ما كان اكثر من 4 ساعات ونص، حتى ولو كان ساعه واحده بس بعطي اسبرين اذا في عندي واحدة من المشاكل النفسيه اللي ذكرتها. بالنسبه لمضادات التخثر مثل الهيبارين والورفانين والقصص، صراحه ما لها اي دور في تدبير السكته. لكن اذا المريض عنده اعراض حركيه صار معه شلل، فانا هون بخاف مو المريض ما بيتحرك، هون انا بخاف من حدوث الدي بي تي من الخثار الوريد العميق بسبب السكون وعدم الحركه. فانا بهالحاله ممكن اعطي هيبارين، بعطي مضاد تخثر، لكن برجع بقول ما بعطي مضاد تخثر لتدبير السكتة، ما له علاقة أبدا. بعطي مضاد تخثر إذا يعني عم بخاف من قصة الدي بي تي. بحالة السكتة الإقفارية فقط في شيء عندي اسمه permissive hypertension، يعني أنا بسمح الضغط يكون مرتفع شوي، بسمح يكون مرتفع شوي. مريضنا ضغطه كان 180 على 100، بهالحالة ما هو شرط أخفض له الضغط. ليش؟ قال لأنه مو عندي هذا الشريان مسدود، لكن في شرايين مجاورة له ممكن تكون مفتوحة، لكن هي شرايين كتير صغيرة. أورجيكم أشرح لكم على الصورة. طبعا أنا بحكي عن سكتة إقفارية مو عن سكتة نزفية. فرضا هذا الشريان هو مسدود، تمام؟ طيب إذا الضغط منخفض فالجرايين الدموية على بيمشي هيك، خلاص ضغط منخفض أجا لهون مسدود فوقف الدم، فهالمنطقة كليتها عم تتعرض لنقص تروية. لكن إذا الضغط ارتفع وأنا تركته مرفوع، مو الضغط مرتفع، فرح يندفش الدم جوا هالشرايين الصغيرة، رح تنفتح شرايين صغيرة كانت مسكرة من قبل، رح تفتح عندي روافد صغيرة بنسميها collateral circulation. إذا الدوران الشرياني المحيطي أو الإضافي، هي بالحالة الطبيعية بتكون مسكرة، لكن مو في عندي هون انسداد، انسد عندي هالمنطقة والضغط مرتفع، فالضغط المرتفع راح يساعد على دفش الدم في الشرايين الصغيره، وبالتالي بدل ما يصير عندي اقفار بالمنطقه كليت هي، بس بصير عندي اقفار هون، والمنطقه الباقي المنطقه راح تتروى بشكل افضل. فهي اسمها permissive hypertension، انا بسمح الضغط يكون مرتفع حفاظا على النسيج الدماغي المحيط بالنسيج المتاذي. مشات ما كان الاقفار
بمنطقة بشريان أكبر، كل ما كانت المنطقة المصابة أكبر. فأنا إذا رفعت الضغط بقلل محيط، بقلل مساحة المنطقة اللي راح تتموت راح تتنخر. فاسمها البرميسيف هايبرتنشن، أنا بسمح الضغط يكون مرتفع. طبعا في عندي حدود، ما بخلي أكثر من 220، تحت أكثر من 220 بنزله، أكيد راح نزله. طبعا في بعض الحالات ما بصير لل 180 كمان، يعني هي نفس مضادات استجابة تي بي اي، اضطرابات النزف. بالنسبة للعلاجات، طبعا أهم شيء هو تغيير نمط الحياة ومعالجة عوامل الخطر. فإذا المريض معه السكر، معه الضغط، معه ارتفاع الشحوم، هدول كلهم راح لازم أضبطهم. بنصح المريض يقلل تناول الأطعمة الدسمة، يسوي رياضة، يقلل وزنه، وهكذا. هلا عند المرضى اللي عندهم أعراض، إن كان سكتة أو إن كان هيك حادثة دماغية عابرة، عندهم أعراض وشفنا في عندهم تضيق أكثر من 70% من السباتي، فهدول حسب التوصيات الجديدة ينصح إنه نسوي لهم شيء اسمه كاروتيد إند أرتريكتومي، استئصال بطانة السباتي. برجع بقول المرضى اللي عندهم أعراض، حصرا المرضى اللي عندهم أعراض واللي شفنا بالإيكو بالطرق اللي هو بالتنظير وكذا، شفنا في عندهم تضيق أكثر من 70% في السباتي، ينصح نسوي لهم استئصال بطانة السباتي. طبعا هذا راح يكون إجراء وقائي، لأنه أهل المرضى معرضين لحدوث سكتة لاحقا، سكتة إقفارية، سكتة نقص تروية وكذا. هاي شغلة كمان ممكن نضيفها. إذا مراجعة سريعة للسكتة الفجوية، هي عبارة عن انسداد في الشرايين الصغيرة المخترقة لنسيج المخ، سبب اضطراب في البطانة بسبب الضغط المرتفع. عادة المناطق المصابة هي النيو القاعدية، البيزل جانجليا، والمادة البيضاء تحت القشر مثل ما قلنا، المحفظة الداخلية والكورونا رادياتا والجسر. أهم عامل خطر هو ارتفاع الضغط. طبعا في عندي ارتفاع الشحوم والتدخين والعمر والسكر. الأعراض مثل ما قلنا، الأعراض بيكون عندي غياب في الأعراض القشرية، مثل الحبسة الكلامية أو اضطرابات الرؤية أو اضطرابات الكلام أو الكتابة، هذول كلهم أعراض قشرية. ما في عندي هيك شيء بالسكتة الفجوية. ممكن يصير في عندي اضطرابات في الوعي، في فقط إذا كان عندي المهاد مضروب. الأعراض أو متلازمات الأشعة هي متلازمة الحركة الصرفية، متلازمة الحركية الصرفية لأشعة شيء تنضرب عندي المحفظة الداخلية، أو المحفظة المتلازمة الحسية الصرفية هون تنضرب عندي المهاد، وفي عندي الشلل النصفي الجناحي، ومتلازمة عصر النطق واليد، حركة اليد الغريبة. إذن هاي هي السكتة الفجوية. شوفوا شلون عبين عندي بعد انتهاء الأزمة، عبين عندي على شكل فجوة، على شكل فقط في نسيج الدماغ. شوفوا شلون هي فجوة كبيرة كمان، عشان هيك أنا سميتها السكتة الفجوية لكونر ستروك، لأن عم تترك فجوة بعد انتهاء الأزمة الإقفارية. بنشوف حالة ثالثة. امرأة عمر 74 سنة، أجت على المكتب بمرافقة ابنها. الابن قلق لأنه أمه والدته يعني هي المريضة، قبل سنة unprovoked fall، وقعت لحالة، يعني ما حدا دفش، ما يعني لحالة وقعت. بعد هالوقعة صارت تعتمد على ابنها، ما بتحسن coordinate her activities and make her decisions about everyday matters. اشرح لكم. الابن قال انه والله امي قبل سنه وقعت لحالها، يعني هي عم تمشي كانت لحالها وقعت، بعد هالحادثه فجاه كانه صار لها شيء، بطلت تحسن تطبخ، بطلت تحسن تنشر الغسيل، بطلت تحسن تاخذ قرارات، والله ايش لازم البس مثلا الحفله، ايش لازم مثلا، قرارات بسيطه واعمال يوميه كانت بتقوم فيها من قبل فجاه صارت غير قادره على القيام بها بعد حادثه السقوط. أعراض المريضة عبقول كأنها عم تتحسن شوي، بلشت كانت تتحسن، لكن قبل 6 أشهر يعني بعد 6 أشهر من أول حادثة رجعت وقعت. بعد ما رجعت وقعت صار في عندها نقص في الذاكرة خفيف، صار في عندها اضطرابات في المزاج، حاليا هي كأنه دائما مكتئبة، دائما حزينة. المريضة عندها تاريخ من ارتفاع الضغط، سلس بول توتري أو الضغطي، واكتئاب. تاريخ العائلة فيه سرطان كولون وداء الزهايمر. الحرارة 36.7، الضغط 141/87، النبض 82، معدل التنفس 14، الفحص العصبي ورجاني ضعف في يعني ضعف حركي
ونقص في الأحاسيس في الطرف الأيمن. بالنسبة للفحص الإدراكي أو الفحص المنتل العصبي، فورجاني انخفاض في صوت، انخفاض في قوة الصوت، لو فوليوم سبيتش عم تحكي بس بصوت واطي ما بين، يعني الحكي مو كتير واضح. فلات افكت، فلات افكت يعني مشاعر باردة، يعني إذا طلعت على وجهها ما بتعرف إذا هي فرحانة، إذا هي زعلانة، إذا معصبة، إذا متوترة، هيك في عندي برود، برود في الملامح الوجهية. باقي الفحص السريري كان طبيعي. عبلني إذا أنا سويت تصوير للدماغ إيش رح يبين عندي؟ هلا أول شيء واحد بيخطر على باله الزهايمر، لكن الحالة ما هي بهالسهولة، الحالة رح تخليني أميز بين أنواع الخرف أو العته اللي هو الديمنشيا. برجع بقول القصة اللي اجى عندي الابن حكى لي هالقصة، هالقصة كثير مهمة، هو القصة كثير وصفية وكثير مميزة. قال لي قبل سنة والدتي وقعت لحالها، بعد هالوقعة فجأة صارت تفقد قدرتها على القيام بالأعمال اليومية، إن كان طبخ، إن كان لبس، إن كان أخذ القرارات البسيطة. لكن بعد يعني بعد ما بلشت هالقصة، بعد كم أسبوع، بعد كم شهر بلشت تتحسن شوي، لبين ما بعد 6 أشهر رجعت وقعت. بعد هالوقعة الثانية صار مع ضعف الذاكرة وصار مع اضطرابات في المزاج وازداد الاكتئاب عنده. هاي هي مشكلتي. فعم بيسألني ايش هي مشكلته؟ الزهايمر؟ هلا نحن مع الزهايمر ببلش عادة بضعف الذاكرة. هون انا ما بلش عندي بضعف الذاكرة، بلش عندي بالسقوط، يمكن فقدان توازن، بلش عندي بفقدان القدرة على اتخاذ قرارات تنفيذية، بنقول executive capabilities، القدرات التنفيذية. يعني فكرة انه انا لازم اقرر ايش لازم البس اليوم، هي عبارة عن مهارة تنفيذية، اخذ قرار له عواقب. اذا الشخص فقد هالقدرة هي يعني علامة مميزة لبعض انواع من الامراض. هلا بنشوف الخيارات على الصورة ايش لازم يبين عندي. لازم عندي احتشاءات قشرية وتحت قشرية، ولا ضمور في الفص الجبهي والصدغي، ولا ضمور في القسم الاوسط او عفوا القسم الانسي من الفص الصدغي، ولا ما راح يبين عندي ولا شيء، ولا راح يبين عندي تضخم في بطينات الدماغ. الجواب راح يكون ضمور قشري وتحت قشري. بهالحادثه بهالمناسبه لازم نميز بين انواع الخرف او العته. في عندي 6 أنواع اساسيه، خلونا نحكي على السريع جدا، يعني كل واحد منهم ممكن نحكي عليه فيديو كامل. نحكي على السريع جدا اهم العلامات اللي بتخليني افرق بين هالانواع. بالنسبه لداء الزهايمر، داء الزهايمر اولى اعراضه راح تكون الميموري لاس، اولى اعراضه راح تكون الميموري لاس، يعني هي فقدان الذاكره، وراح تكون مخاتله، يعني ضعف الذاكره شوي شوي، مو فجاه، شوي شوي راح يبلش عندي فقدان للذاكره قصيره الامد. بعدها راح يصير في عندي language deficits، مشاكل في الكلام، ممكن المريض ينسى بعض انواع المفردات، يبلش يشكل جمل خاطئه قواعديا، ويصير عنده spatial disorientation، عدم توجه مكاني، بيكون قاعد بغرفته بالبيت فجاه بينسى انه هو وين قاعد، وين انا، ايش هالمحل، بينسى. وبالمراحل المتقدمه بصير في عنده اضطرابات في المزاج واضطرابات في الشخصيه، بصير في عنده ذهان، بصير مثلا بحس مثلا اولاده بدهم يقتلوه، بدهم يسرقوه، مشاكل في الشخصيه. هذا هو داء الزهايمر. في عندي شيء اسمه فاسكولار ديمنشيا او العته او الخرف الوعائي، هو عباره عن تدهور في الوظائف ستيب وايز بشكل درج، يعني فجاه كان مثلا القدره الادراكيه كانت 100 صارت 80 فجاه، يعني المريض نام فصار 80، نام فصار 60، مو مثل الزهايمر. الزهايمر 100، بعد اسبوع 99، بعد اسبوع 98، بعد اسبوع 97.5 على الخفيف. اما العته الوعائي فجاه من 100 ل 20، من 100 ل 80 بيوم واحد. راح يصير في عندي كمان اضطرابات في الوظيفه التنفيذيه بشكل مبكر، سببه عباره عن اقفار، سكتات، يعني اقفار في القشر الدماغي، القشر المخي والماده البيضاء العميقه. وهالشيء راح يبين عندي على الاشعه. طبعا هي حاله مريضتنا مصابه بالعته الوعائي، سببه اقفار في القشره الدماغ وفي الماده البيضاء العميقه. هالشيء راح يبين عندي على الصوره الشعاعيه على شكل ضمور، ضمور في المناطق القشريه وتحت القشريه. في عندي شيء اسمه كمان العته الجبهي الصدغي، يعني هو عباره عن ضمور في الفص الامامي، الفص الجبهي والفص الصدغي، بسموه كمان داء بيك.
هذا على عكس الزهايمر، أول أعراضه ما راح تكون فقدان ذاكرة، الأعراض راح تكون الأولى اضطرابات في الشخصية، مثل الشخصية بصير عندي بلش عندي هلوسة، بلش في عندي ذهان واضطرابات في المزاج. بعدين راح يصير في عندي كمان apathy، يعني هو فقدان العواطف، حتى إذا يعني ممكن إذا واحد انقتل قدامه ما بحس ولا شيء، يعني عادي شو المشكلة. ويصير عندي disinhibition، يعني فقدان الانهبيشن هي التفريط، يعني فقدان المثبطات الاجتماعية. مثلا شخص طبيعي مثلا إذا هو قاعد بمطعم بيخجل يعيط، بس يعيط يعني بحس إنه هذا الشيء غلط، هذا الشيء غير مسموح. لكن إذا المريض تبع العته الجبهي الصدغي في عنده ديز انهبيشن، يعني فقدان التثبيت للشغلات الغير ملائمة اجتماعيا، فممكن هو قاعد بالمطعم فجأة يعيط. ممكن إذا حدا ماشي بالشارع مثلا ما عجبه لبسه يتمسخر عليه بالشارع، فهذا عبارة عن تثبيت للشغلات اللي ما لازم واحد يساويها، فبساويها هو حتى لو كانت شغلات غير ملائمة بساويها وما عنده مشكلة. هاي كمان بصير في عنده وسواس كمان، ممكن يعني مثلا مثل وسواس النظافة، أو وسواس تجميع شغلات ما بحب يكب شغلات، أو وسواس التنظيف، يعني هالشغلات. فعلى الصورة الشعاعية راح يبان عندي ضمور في الفصل الجبهي والصدري. في عندي شيء اسمه كمان العته بأجسام لوي، هذا بيشبه داء باركنسون، بس الفرق انه باركنسون يبلش باضطرابات حركيه، بعدين بصير عندي اضطرابات في الذاكره واضطرابات في المزاج. اما العته باجسام لوي فراح يبلش باضطرابات في الذاكره والمزاج والشخصيه، بعدين اضطرابات حركيه. تمام؟ طبعا اثنيناتهم باركنسون وهالنوع من العته اثنيناتهم بالدماغ يعني اجسام لوي، فراح يبلش عندي بهلوسات بصريه واعراض باركنسونيه ووظائف إدراكية متفاوتة، يوم يكون منيح يوم يكون سيء. كان شيء اسمه استسقاء الدماغ بالضغط الطبيعي، هذا بنشوفه على الصورة، بنشوف على شكل تضخم في البطينات، تضخم في البطينات واضح من اسمه استسقاء دماغ لكن ضغط طبيعي. فالأعراض راح تبلش بالرنح وراح تبلش بسلس بولي، هذا بنحكي عنه بشكل مفصل أكثر في فيديو تاني. طبعا في عندي داء البريونات، البريونات هي عبارة عن بروتينات مطوية بشكل خاطئ، يعني اشهر مرض بريوني هو داء كروتسفيلد ياكوب، وداء بريوني بيصيب الدماغ وهو قاتل بسرعه، بيصيب اضطرابات في السلوك وتدهور سريع، بصير في عندي رمع واختلاجات، حتى بنسميه شيء اسمه ستارتل مايكلونوس، رمع اثناء الخوف. مثلا نحن مثلا اذا لرفقاتنا او عائلتنا اذا مثلا بدنا نلعب معهم ممكن نخوفهم، ندخل على الغرفه ونخوفهم، تمام؟ ايش بصير معهم؟ بيرتعبوا، بطن محلهم، هذا شيء طبيعي. لكن المريض الداء البريوني، داء كروسفيلد ياكوب، اذا انا خوفته هيك بصير معه مثل الاختلاجات، مثل التشنجات في العضلات، هذا شيء مو طبيعي، هذا شيء من الاعراض المميزه للمرض البريوني خاصه كروسفيلد ياكوب. طبعا كمان بنحكي عنه بمرض بفيديو قادم. اذا هلا المهم انا اميز حالتنا لليوم هي عباره عن العته الوعائي، هذا انخفاض او تدهور مفاجئ وعميق في الوظائف التنفيذية والإدراكية سبب احتشاءات وضمور في المناطق القشرية وتحت القشرية. شوفوا شلون الأخضر، خط الأخضر هو عبارة عن التنكس مثل الزهايمر، على مهل الوظائف الإدراكية على مهل عم تنزل على مدار الأسابيع والسنين. أما العته الدماغي فنزل فجأة درج، هذا كان اليوم الأول، هذا اليوم الثاني، فجأة نزل خلال عدد ساعات. تمام؟ هلا الابن لما عم بيحكي لي عن قصة امه قال انه قبل سنة وقعت وصار في عن اعراض، لكن بعدها بلشت تتحسن. قال احيانا شوفوا شلون، احيانا بتدهور الحالات لكن بتبلش تتحسن، لكن هالمرضى مو مع عوامل خطر، ارتفاع ضغط، ارتفاع شحوم، فالاحتشاء اللي صار اول مرة رح يرجع يصير عادة. فهي قصة ما هي احتشاء واحد، هذا احتشاء، هذا احتشاء، هذا احتشاء، هذا رابع، هذا خامس، هذا سادس، هذا سابع، زين كل هبوط في الوظائف الادراكية سبب احتشاء صغير، احتشاءات متكررة ممكن يصير معي عشرات الاحتشاءات، بعد كل احتشاء راح يصير معي انخفاض مفاجئ وعميق في الوظائف الإدراكية. هذا هو العته الوعائي. ليش عم نسوي وعائي؟ لأنه سببه وعائي، احتشاءات مفاجئة. شوفوا على الصورة راح نشوف شيء اسمه periventricular subcortical degeneration، إذا هو تنكس في المناطق تحت القشرية وحول البطينات. شوف هاي المنطقة حول البطينات، عم شوف يعني التنكس، عم شوف هايبر انتنسيتيفيتي على صورة الطبق المحوري، راح تبين عندي بشكل فرط وضاحة او يعني على شكل يعني اختلاف في اللون، اختلاف في الامتصاص للأشعة في وين، في المناطق حول البطينات
والمناطق تحت القشريه للماده البيضاء periventricular حول البطينيه وسب كورتيك تحت القشريه للماده البيضاء، على عكس اللي بنشوف بغير فيديو، على عكس داء بيك اللي هو التنكس في الفص الجبهي والفص الصدري. راح نشوف هون تنكس، تمام، هذا بيكون داء بيك او تنكس الجبهي الصدري. اما هون فعندي تنكس في الماده البيضاء في المناطق حول البطينات وتحت القشر. اما بداء الزهايمر كل الدماغ بيكون متنكس، كله بنشوف الدماغ كله متنكس. اذا هي حالتنا لليوم. بالنسبه لعلاج العادة الوعائي، فانا قبل ما اعالجه لازم اتجنب الادويه اللي لسه بتزيد لي الاعراض تفاقما، مثل ادويه مثل المضادات السرعة، مثل المرخيات او المرقدات، مثل مضادات اكتئاب ثلاثية الحلقه، هذول بتزيد الاعراض سوءا، بتزيد الاعراض سوءا، فممنوع ممنوع اعطيهم للمريض، لان الادويه بتاثر على الادراك. بالنسبه للعلاج صراحه ما في كثير شيء ممكن نسويه، لانه عاده بيكون أذية دائمة، لكن تحسين نمط الحياة بنسوي تحت نمط حياة، عوامل الخطر بنخففهم، بنخفف الضغط، بنخفف الشحوم، رياضة وهالقصص. بالنسبة للأعراض غير الإدراكية يعني أعراض نفسية وكذا، ممكن في شيء عندي اسمه أروما ثيرابي، العلاج بالروائح، روائح بتهدي المريض، إذا المريض معه دهان أو هلوسة عم بخاف عم بتوتر، ممكن نعطيه علاج بالروائح، مثل الروائح يعني بترخي المريض بتبسطه يعني. مالتي سنسوري ستيميليشن كمان علاج بفرط التحفيز الاحاسيس، مثلا بالموسيقى بالصور بالكذا، المساج تمثيل بالموسيقى، حتى الشيء هلا بالبلدان الاوروبيه في شيء عندي انيمال اسيست ثيرابي، العلاج بالحيوانات، مثلا يعني بيقولوا نجيب قطه على البيت او نجيب كلب، بحيث هالمريض يعني يلتهي بشيء غير اعراضه وغير مشاكله الشخصيه، يلتهي مع الحيوان ويتسلى معه. فصراحه ما في عندي علاج دوائي فعال، عباره عن علاجات لطيفية تخفيفية للأعراض غير الإدراكية. إذا بحالات اليوم تعلمنا بالنسبة للألم السرطاني الخفيف للمتوسط فعالجه بأدوية غير أفيونية، إذا فشلت بعطي أفيونات قصيرة الأمد، وإذا فشلت فأنا ممكن أعطي أفيونات طويلة الأمد. بحالتين شفنا أنه السكتة الفجوية بتصير بسبب التصلب الهياليني الشحمي، وين بالأوعية الصغيرة، بالأوعية الصغيرة اللي تخترق البطانة أو النسيج الدماغي. العوامل الخطر ارتفاع الضغط أهم شيء، والسكر والتدخين، وإذا انصابت المحفظة الداخلية فرح تطلع عندي أعراض حركية صرفة. بالحالة الثالثة شفنا أنه العته الوعائي رح يطلع تظاهراته بانخفاض وتدهور مفاجئ وعميق في الوظائف التنفيذية الإدراكية مع فقدان في الذاكرة. وممكن نشوف فوكال ديفيسيت يعني مشاكل بؤريه، مشاكل في منطقه معينه من الدماغ. بالنسبه للصوره الشعاعيه للدماغ راح اشوف انا تغيرات في الماده البيضاء خاصه تحت القشر وحول البطينات سبب الاقفار ونقص الترويه المزمن. هي حالتنا اليوم، بعرف هي ما كانت سهله، لكن للاسف العصبيه كلها يعني في افكار معقده. ان شاء الله تكونوا فهمتوا منيح. اذا عندكم اي سؤال تواصلوا معي على اليوتيوب او على التليجرام او ماسنجر، جاهز دائما ان شاء الله، واشوفكم بفيديو قادم.